السلام عليكم جميعا. اليوم احنا متواجدين باقليم بوجدور، مدينة بوجدور اللي عزيزة علينا، لإعطاء انطلاقة لواحد البرنامج، واحد المشروع اللي وجد مهم اللي كيتعلق بإعادة تأهيل ديال لوتيسمون ديال أمان واحد وأمان جوج. كما كتعرفوا هذا المشروع هو كتكميل للمشاريع اللي هي انطلقت في المدينة، واللي من خلالها المدينة عرفت هذا الازدهار العمراني والحضاري اللي احنا اليوم كنشوفوه. تكميل المشروع اللي كان مهم واللي هو إعادة إسكان واحد الأسر اللي كانت تقريبا واحد 6000 أسرة اللي تعادت تكنت في هذا اللوتيسمون. ومن خلال هذا المشروع ديال الوزارة تم إعلان مدينة بدون صفح بطبيعة الحال بوجدور 2010. اليوم العدد الأسر اللي مستهدفة بهذا المشروع اللي عطينا انطلاقة ديالو هي 3500 أسرة. وملي كنقولو 3500 أسرة راه هي تقريبا خصنا نضربوها في 5، دونك تبارك الله كل أسرة راه فيها 5 الأشخاص ولا 4-5 الأشخاص، دونك هذا المشروع غيعود بالخير على هاد السكينة هادي، واللي فيه واحد العديد ديال لي كومبوزونط بما فيهم بطبيعة الحال حي أمل واحد جوج، حي الأمير سيدي محمد، حي التنمية، وحي الوحدة. كنظن بأن اليوم حال هاد المشاريع هي اللي غتخلينا أننا نزيدو ننميو والتنمية في الأقاليم الجنوبية تكون غادية بسرعة من حيث التفعيل ومن حيث ليكزيكيسيون. والحمد لله كنشوفوا اليوم بأن المنظومة المحلية كلها منخرطة من أجل هذا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.